كلمتي الأخيرة، ما حد بيكره شخص كان بيحبه، نحن بنكره تصرفات معينة في الناس اللي بنحبهم، تصرفات بتاكل من الحب حتى ينتهي ويتلاشى، وبعد ما ينتهي بتحل الكراهية محل الحب. نحن بنكره أشياء ما كانت موجودة ببداية العلاقة، مثل التجاهل، قلة الاحترام، الخذلان، العنف، القسوة، الهجر، كذب، سيطرة، استقواء علينا، محاولات مسح شخصيتنا وتحطيم معنوياتنا. نحن ما بنكره حبا بالكره، ولا بنبتعد حبا في البعد، نحن بنبتعد حتى نقترب، نقترب من راحتنا وسعادتنا وكرامتنا.